السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في إبسود جديد. أول شيء نشكر الناس اللي اشتركوا في القناة، طبعا شهر سامي هيوج جمب، يعني صار تقريبا فوق 1000 وشيء يعني اشترك. أتمنى يزيد كده، يستمر الوضع وإن شاء الله نوصل ل نوصل لتارجت أول 10,000 20,000 نجيبه ونحط خطوة خطوة. اوكي سامي، اليوم راح نسوي ريفيو للعبه اكسو برايمال. نشكر طبعا كابكوم على الريفيو كوبي. اوكي سامي، خبرنا اول شيء، خلنا نبدا بالقصه اللعبه. قصه اللعبه انت عندك اي اي، اوكي، واي اي حطك في هذا العاب وور جيمز يسموها ضد ديناصورات، والاي اي يسوي لك سبون، وبعدين تكتشف عن الاي اي من وين جاي وليش قاعدين تسوي كل هذا. اللي انتو ما وصلت للمرحله اللي فاهم القصه صراحه، ما اعرف كيف اقول، يعني القصه لازم تخلص تلعب العاب وعندك جيم مود واحد، وبعدين تروح في الداتابيس، مكان اسمه الداتابيس، وتروح تشوف القصه ويخبرك كذا 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 كذا، هذا هذا هذا. انا صراحه يعني اللعبه فن، يعني لما تلعب الاكسوسوتس اللي هم الروبوتس وهذا، وممتع. بس انا ما عجبني الطريقه اللي يخبر القصه، يعني كان مربوشين وما يعني مربوشين، هو بس ما عارفين كيف يدخلوا القصه في هذا مالتي بلاير. لا حاولوا يفرقوا الاثنين مع الاثنين، عشان واحد يريد يسوي هذا يسوي هذا، واحد يريد يسوي هذا يسوي هذا، لكن لازم تلعب اخر شيء المالتي بلاير. ما في سنجل بلاير اللي انا شفته، يعني قاعد العب صار لي ما اعرف كم ساعه، ما شيء سينجل بلاير، لازم تلعب. ترى هذا السبب نقول كابكوم انتو خليكم على سينجل بلاير. كابكوم يسوي لك 5 العاب حلوة، وبعدين يجيك هذه اللعبة اللي انت ما فاهم. هو أصلا ما كانت ضرورية، أنا أشوف أنك ما كان ضروري يسوون هذه اللعبة، يعني ليش؟ ما سالفة هذا. أول شيء نتكلم عن الجرافيكس، بعد الجرافيكس من اللعبة حلوة. أوكي. يعني أوكي سامي، الحين نروح على الجرافيكس. الجرافيكس طبعا اللي كانت من اري انجن، فشيء طبيعي انه بيكون جرافيكس حلو. هو حلو يعني، بس اللعبه يعني ما في واجد اشياء تشوفها، يعني في انواع الديناصورات اذا تعرفوا، الرابترز، تيرادابتلز، ترايسيراتوبس، تي ريكس. طبعا تي ريكس هذا في كل لعبه، لو عندك ديناصورات لازم يحط لك تي ريكس. وانا تمنيت لو يسووا داينو كرايسيس كان احسن، لكن يلا ها. هذه اللعبة يعني جرافيكلي اتس فاين، يعني ما لنا شيء واو ولا ممتع لعيونك يعني، بس اهم شيء ان اللعبة شغالة وما في ستاترينج، ما في شيء، يعني اللعبة سيدة. اوكي اوكي، الحين نروح الجيم بلاي، نتكلم عن الجيم بلاي. ايش رايك في الجيم بلاي؟ انا شفت ربشة واجد في السكرين. لا 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 لا، ما ربشة. لا، اذا انت تلعب اوفر واتش وهذه اوفر واتش وايش هذيك الالعاب الثانية، انا معظم البي في بي بي في اي نفس الشيء. لأن بعدين لما تلعب في العاب في اماكن صعبه، في واجد ديناصورات في الشاشه، وبي سي مالك يمكن بعدين يتعب، لكن بعد هذا لا. اوكي، بس عشان احنا لعبناه على البي سي ما على البي اس 5. على البي سي، على البي اس 5 واكس بوكس ما اعرف، لكن على البي سي كان ما مشكله، يعني حتى على سيتنج عادي ما مشكله. السالفه لما تلعب تختار بين اسولت ولا تانك ولا سبورت، طبعا كل واحد له ستايل ماله. اسولت طبعا انك تهاجم، والتانك انك تدافع عن زملائك، وبعدين تحت وش اسمه السبورت انك تسوي هيلينج ولا بوف ولا دي بوف. اللعبه في هذا المواقف يعني الاكسوسوت فنان، تحكم فيهم واجد سهل وما في مشكله، لكن تحس انه مرات في بعض السوتس انت ما فاهم وش تسوي معاهم، تحصل ويبنز بعدين شوي احسن. بعدين عندك وش يسموهم ابجريدز، في ابجريدز حل كل شيء، بس الابجريدز احس اذا انت تلعب في البدايه وهذاك عندهم ابجريدز وانت ما عندك، ما احس انه هم عندهم ادفانتج وانت ما عندك، يعني هم يفوزوا عليك وكل الوحوش يقتلون في 5 دقائق وانت جالس تشوف عليهم كذاك، وهذا كيف جالسين يقتلون كذاك. وبعد الكبو اي اي يقول لك في كل فيز من اللعبه، لما تدخل في الفيز 1 تختلف، بعدين يقول لك ان هذاك اسرع منك، الفريق الثاني اسرع منك، بعدين الفريق الثاني اسرع منك، انت تحس كانك انت يعني يعطيك ستريس. لوت بوكس ضروري هنا.
فيه لوت بوكس ايه فيه لوت بوكس في اللعبه. هذا اللوت بوكس ما كل الالعاب الحين يعني اصلا مالتي بلاير لازم يكون فيه لوت بوكسز. والحين اذا اروح اشتري الاسلحه القويه وهذه ما في اسلحه قويه ما في اسلحه تشتريها هو بس سكنز هذاك بس سكنز سكنز يعني. وبعدين الابجريدز هذا كله لما تقدم في اللعبه تشتريهم كل ما توصل لليفل معين يعطوك يعطوك هذا انك تقدر تشتري هذا وتحطه في الابجريد مالك. وما ما اعرف ايش اسمه كومباتيبلتي ولا شيء اسمه هذاك الابجريد. اوكي وايش المشاكل اللي شفتها في اللعبه؟ المشاكل انه في جيم مود واحد بس ما قال اني ستاترينج ما قال اني مشكله يعني في الكنترولز ولا في اللعبه لما العب. لكن عندك جيم مود واحد تروح عند فيس 1 فيس 2 فيس 3 فيس 4 بعدين اخر فيس تتضارب مع الفريق اللي جنب قدامك ضد بعد ديناصورات بعد عشان تزيد بعدين يعني هم. واذا تقتل اسرع من الثانيه اتوقع تحصل بونس انه تقدر تتحكم في ديناصور يقول لك يرموا لك ديناصور في وسط اللعب وانت كذا تشوف عليهم ولازم تقتل هذاك الديناصور وهم مرتاحين هناك ياسين يخلص المشهد معهم. وميوزك ما اعتقد انتبهت اصلا على هذا ما يحتاج ما في ميوزك هذا بس عباره عن خلاص وانت بس رايح بس تسمع اكثر شيء الاسلحه لكن صوت الاسلحه فنان صوت الجرينيد لونشر بعد. اوكي انا لاني صراحه ما لعبت اللعبه يمكن نص ساعه وبس اقل من ساعه فكذا انا ما عندي شيء يعني ما يعجبك اونلاين انا ما يعجبني اونلاين ما يعجبك اصلا ف ايش السكور اول شيء؟ صعب اعطي سكور هاللعبه ما فيها يعني بيكون فيها ابديتس وهذا لكن اذا انا اقيمها تو اقيمها 6 ها عشان هي حلوه بس جيم مود واحد الاوبشنز انك انت لازم تصير ليفل اب بعدين تحصل بعد الابجريدز عشان تساعد عمرك يعني لازم يحتاج بعد الابديتس وهذا يسوي اشياء جديده فيها اي اشياء جديده وستيج لا لعبت يمكن 5 ساعتين ورا بعض ونفس الستيج نفس الوحوش نفس النزله نفس كل شيء بس انا مرات انها ينوع حالك يقول لك بحط لك ترايسيراتوبس هنا وبحط لك رابتر هنا لكن يعني ريبيتيتيف كل مره نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. اوكي هذا اونلاين جيم لكن انت ما تحس انه في حماس اذا تلعب نفس الشيء وكل مره نفس الويفز ونفس طريقه الويفز تتعب صراحه. لهذا السبب انا اعطيته 6 لو كان شويه يعني ممتع في بعض الاشياء انا كنت بمشيها بعطيها 7 بعطيها 8 لكن هذا لا لازم اللعبه تتحسن في بعض الاشياء. وجيم مود واحد زين حطوا بي في بي بس خاص حطوا بي في اي خاص لكن ليش تحطوا هذا لازم الاثنين مع بعض وبعدين في الاخر تتضارب معه وهذا لك والتيم الثاني مرات ان كلهم عندهم سبيشل مالهم مخزنين سبيشل وعندهم كل شيء بس يضربوك كل حد يموت بس يجلسوا على هذاك الكيوب كان اوفر واتش بعدين ينتظروا ان هذاك البرسنتج يروح فوق وخلاص فازوا حتى مرات ما توصل اصلا. يعني انت تشوف انه ما كان ضروري ان كابكوم يسوي هذا اللعب ما كان ضروري هم يريدوا ينوعوا عشان لا ما يقدر يحطوا كل شيء في مكان واحد لازم ينوعوا في بعض الاشياء. لكن هذه اللعبه انا ما فهمت موقفها يعني هي تريد تكون اوفر واتش هي تريد تكون بي في بي هي تكون يعني اوفر واتش مع هيروز مع اكسسوتس بعدين مع الويفز مع مو مكس كل شيء مع بعض وما فاهم نفسها يعني ما عندها ايدنتيتي مثل ما نقول. اوكي تريد تضيف شيء في النهايه ولا لا؟ اذا تريد تلعبوا اكسو برايمال ما تتوقعوا شيء منها يعني اذا ما عندكم توقعات عن اللعبه زينه ولا ما زينه هي ممتعه في البدايه بعد بتملوا. انا انصحكم اللي يحب يعني المالتي بلاير جيمز المالتي بلاير اذا عندكم شباب تلعبوا معاهم اوكي لعبوا ناس اللي مثل ما تنصح. اوكي شباب اذا هذه كانت ريفيو اذا عندكم اي كومنت او سؤال ممكن تحطوا في الكومنت تحت لايك وسبسكرايب طبعا ايوه وشكرا مره ثانيه للناس اللي اشتركوا في القناه وشكرا شكرا لكابكم بعد مساكين كابكم